بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح تكون عندنا التجربة الخامسة تكملة لما خذيناه في التجربة الرابعة اللي هنا من التوصيلات. خذينا توصيل التوالي لإيجاد المقاومة الكلية في توصيل التوالي. اليوم التجربة الخامسة هتكون عن توصيل التوازي لإيجاد المقاومة الكلية، إيجاد المقاومة الكلية في توصيل التوازي. هناخذ نبذة بسيطة عليه. توصيل التوازي قالك أولا المقاومة الكلية، عندنا المقاومة الكلية اللي نحن اليوم نبي نطبقوا عليها الار توتال، مقاومتين موصولتين على التوازي، يعني عندنا مقاومتين متصلات على التوازي، نبي نجيب الار توتال. عندما يكون هناك مقاومتان متصلتان على التوازي فإن المقاومة الكلية المكافئة لها تكون أقل من أصغرهما، وهذا يعني أن المقاومة المكافئة تقل دائما كلما يتزايد عدد المقاومات المتصلة على التوازي. يعني هناهي قال لك المقاومة عند اثنين متصلات على التوازي، المقاومة الكلية الناتج النهائي اللي هي الار توتال هذه تكون أقل، تكون شنو؟ أقل من أصغرهما، يعني أقل من أصغر وحدة فيهن. يعني لو أن هذه خمسة وهذه عشرة راح تكون أصغر من الخمسة، مقاومة الكلية الار توتال يكون راح يكون أصغر من، لأن أنا قال لك لا تكون أقل، المقاومة الكلية المكافئة لها تكون أقل من أصغرهما. راح نحن نطبقه في القانون اللي قدامنا هذا اللي هو ار توتال شو نساوي؟ نجيب منها المقاومة الكلية على التوازي، حاصل الضرب على حاصل الجمع، حاصل ضرب المقاومتين على حاصل الجمع. راح نطبق الشيء هذا نحن على البرنامج. اولا نختار المقاومة الاولى، المقاومة الثانية، نلتكن المقاومة هذه قيمتها 50 اوم، ار واحد هذه الاولى وهذه الثانية، ار اثنين قيمتها فرضا 20، اول شيء راح ندرولها روتيت هنا للاولى وروتيت للثانية. وصلوا بالكيفية هذه أول خطوة عندنا، وصلوا بالكيفية هذه R1 قيمتها 50 أوم، R2 قيمتها 20 أوم. هنا راح نستخدمه كيف ما استخدمنا في التجربة السابقة، استخدمنا المالتيميتر من آخر خانة، نختاروا الجهاز اللي هو مالتيميتر هنا. هنا راح يكون مكانه، هنا المالتيميتر استخدمناه من خانة هذا، أول واحد مالتيميتر، توصيل كيف راح يكون التوصيل؟ راح نوصله الموجب في الأعلى والسالب راح يكون في الأسفل. هن الموجب في الأعلى السالب في الأسفل، هنا بالضغط ضغطتين نسحب فوق شوية حتى يظهر الجهاز، نختار من هنا رمز الأوم بحيث نحن نجد المقاومات على التوازي.
أنا كل شيء وصلناه بصورة صحيحة لازم نتأكدوا توا. نشغلوا المفتاح راح يعطينا القيمة اللي هي 14.29 أوم. في البداية لما ذكرنا أن المقاومة الكلية تكون شنو أصغر من أقل وحدة في المقاومتين هذيلا، اللي أقل وحدة فين كم 20، راح تكون أصغر منها، طلعت كم 14.29 أوم. الناتج يطلع أقل من أصغر مقاومة في الاثنين. أهم شيء التوصيل يكون صحيح، توصل صح، تدير روتيت للمقاومات، بعدين تاخذ جهاز المالتيميتر ثم تعطيه رمز الأوم وتشغل المفتاح، حينها أو كيف ما نقوله بعد ما تشغل المفتاح متاعك يعطيك، لما تشغل المفتاح يعطينا شنو؟ يعطينا القيمة اللي هي هذه R total، هذه هي R total، هذه المقاومة الكلية. راح نعاودوها بشكل سريع، نختاروا مقاومة، مقاومتين، تمام، روتيت، روتيت هنا الأولى، روتيت الثانية، نوصله توصيل عادي بعد أنا الأولى 50 أوم والثانية قلنا 20 أوم. نجيبوا جهاز، قلنا جهاز المالتيميتر من الخانة هذه، أول جهاز هذا المالتيميتر، نوصل الموجب في الآلة، السالب هنا في الأسفل بضغطتين، نختار رمز الأوم، تشغل المفتاح يعطينا القيمة 14.29 أوم. هنا يمثل لي توصيل التوازي بدون ما نحتاجه الى مصدر جهد، يعني مصدر جهد مش محتاجين نحن نضيفوه في الشكل بتاعنا، لان الهدف الاساسي هو كيف نحن نجيبه المقاومة الكلية في توصيل التوازي. نعيد ونكرر ان هي تكون اقل من اقل مقاومة فين هن اثنين مثلا، كمثال بسيط. هذين توصيل توالي توصيل التوازي، وفي المحاضرة اللي كانت قبلها توصيل التوالي اللي خلينا توصيلين، راح يفيدنا إن شاء الله في المحاضرات الجاية أو في آخر، ممكن آخر تجربتين هنحتاجوا التوصيل هذا. أوكي، تنتهي المحاضرة بالنسبة لنا إحنا، نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة.